بمقر سفارة الإمارات العربية المتحدة وباسم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وقع رئيس مجلس الأمة صلاح جوجيل على سجل التعازي في وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، معربا عن أخلص المواساة لعائلة آل نهيان الكرام والشعب الإماراتي الشقيق. وقد حضر مراسم التوقيع كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة.